بالنسبة للتطبيق اللي اسمه مانيكوب، باش تنجم فيسع فيسع يعني تحصل على نقرات يعني غير مستنى 10 دقائق كما تشوفوا، يعني 8 دقائق فهمتني. كل مرة وانا تعمل نقرات يجيب 3 اشهرات 4 من بعد يطلب عليك مستنى يعني 8 10 دقائق. ثم الطريقة اللي هي تبدل الوقت تعمل هيك، مثلا توا 51 تعملها مثلا 1، ارجع هنا ترجع تتحل ديريكت، تعمل كليكي بوست الإشارات، هو خدمته بالإشارات يعني، هو يربح من جوجل ادسنس وبعد يوزع على الناس اللي باش يعني تربح. او تواصل كيما هيك يعني، كيبدأ عندك وقت حتى نصف ساعة هيك، تنجم حتى ساعة يعني، حسب روحك كأنك تلعب ولا توسع في بالك، تبقى تكليك كيما هيك. باهي هو تو قالك 10 مينيت، اوكي باهي نشوف لهنا 12 دقيقتين، نعمل هيك بدلوها نحسبه حتى 12، نعمل اوكي نحسبها شوي، نزيد نقدمه شوية تعال تتحل، وكالعادة هيك نعمل بوست. البوست دي تستناها مش مشكلة، أما تبقى تكليكي هيك تبقاش يعني قارص، أما تبقى تكليكي تطلع وتهبط، هذه أسهل طريقة باش نجم فيسع فيسع.